قتل 4 أشخاص وأصيب العشرات في انفجار وقع وسط باريس وفق ما أعلنت الشرطة الفرنسية. وأوضحت الشرطة الفرنسية أن الانفجار وقع في مخبز بعد اندلاع حريق فيه، وأشارت إلى أن الحريق قد يكون بسبب تسرب الغاز. استخدمت الشرطة الفرنسية مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهري سترة الصفراء في منطقة قوس النصر خلال الاحتجاجات المتواصلة لسبتها 9 على التوالي من الفرنسيين اعتراضا على نهج ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور. لم تعد أزمة السترات الصفراء الفرنسية تقتصر على مطالبات شعبية بتخفيض الأسعار ورفع الأجور، بل أصبحت تنادي برحيل رئيس البلاد إيمانويل ماكرون الذي حظي يوما بشعبية جعلت منه سيد الأليزي. أصوات الفرنسيين لم يقتصر مداها على العاصمة باريس فحسب، بل عمت أرجاء البلاد قارعة طبول الاحتجاج على ما يعتبرونه اعتداء على قوتهم وقوت أبنائهم. الحوار الذي دعا إليه الرئيس ماكرون بعد أيام قليلة من الآن لم يكن حاجزا أمام مرتدي ستر الصفراء، ما رفع من حدة المخاوف لدى السلطات الفرنسية من تشكل أزمة وصفوها بالأخطر على حكومة ماكرون منذ توليه الحكم عام 2017. فرصة كبيرة جدا، هذا ما قاله الرئيس الفرنسي لأبناء شعبه في حديثه عن الحوار المرتقب والذي دعا فيه إلى استثمارها ليكون الحوار هو الأساس بينهم وبين صناع القرار. سبت تاسع ينقضي ولا زالت مطالب الشعب الفرنسي تتصاعد، ومخاوف السلطة من ثورة فرنسية جديدة لا تبارح مكانها على طاولة المطبخ السياسي على أمل التوصل إلى حل ينهي أزمة انعدام الثقة على أرض فرنسا.